الشيعية أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية دعوة القبلية على اجتماع مع الولاة، شدد خلاله على الحياد التام للإدارة. سوسن بن حديد: عمليا وحسب منهجية خارطة الطريق المسطرة لتنظيم التشريعيات المقبلة، حدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو القبلية أمام الولاة الخطوط الواجب الالتزام بها وفق تعليمات تضمنت في صلبها الحياد التام والشفافية الكاملة. مميزات إدارة عصرية حديثة ترفع كل التحديات وتحترم قيم المواطنة والمشاركة السياسية المسؤولة والبناءة. إدارة مطلوب منها هي اللي تضمن الشفافية، تضمن النزاهة، تضمن كل الإمكانيات اللي تكون موضوعة تحت تصرف الأعوان اللي المؤطرين للاقتراع، وأيضا الإمكانيات اللي تقدمها للجان نتاع المراقبة والإشراف، وحتى بالنسبة للملاحظين الدوليين. إذن التعليمات هذه تعليمات قدمناها قبل اليوم، واليوم كررناها اليوم بصفة رسمية وبصفة يعني أكثر من رمزية. كل الإخوة المسؤولين يفهموا باللي الدور نتاعهم دور مصيري، وأيضا باللي الدور نتاعهم راه هو اللي على كلين هو راهم في واحد